زاد فيهم حكاية حافظين ثلاثة كلمات. شنية ثلاثة كلمات؟ بس شبيك محليك يا قطوس، بس عليها قطوس متعدي يا سامحني. غزرت له طفلة يمشي الولد عم وشي جي جي خرشي وخر ولا غزرت لي محليها عدقت لي جغتني نمرود. راجل كبير قدبوه دخل فيه بكتف عاد يقول له هو بابا سامحني، وهو راه هو اللي داخل فيه راجل كبير. واه برا افعل برا كذا برا دي بوك قد بوك. ما عندناش احترام ما نقدروش. قوم لي العشرة لحديش واعطيني حق بق ودخان تقاك تقحى في السيجار ترشفة قهوة. راهو يعطيك رشفة قهوة وسيجار وما يضحك عليك صح. ادي يخدم تلقى صاحبي اتعب اشقى اشقى. هو انا نحب نحرق نحب نحرق انا نحب نمشي نحرق على روح. علاش نحب نحرق؟ مش على حال مش على الفيس راه ولا باش نيخو نلحم غاديكا واحده باش نجيب منها صغير. ليه يا بنت حب امنيتي انا نعمل عمره لميم نعمل لها حج. اسمي اغا الاسم العالي والمربط ما عندي شيء كان ربي وميمتي وباب محمد رمضان بلنتي ماني وبرشا فلوس وكذا. واحد قال لي اللي قال الفلوس وسخ الدنيا والله لو بيه ادي الفلوس باش تسخ الدنيا صاحبي. الفلوس هي محليها ومحليها على الاخ اما بالحليه صاحبي الفلوس محليها. انا عمري توا 23 سنه يا اختي الغال. اختي الغاليه تونس ماني رابح منها حتى شيء. ربي يخلي لي ميمتي وبابا انا هما اللي يصرفوا علي. بالله ما يغركش تقول لبس بالبي متهني راهو مزين من برا شحالك من داخل. هما توا نشوف الشباب انا يعيطوا تونس تونس دي تونس راهي عالم راه لا تاكل لا تشرب تونس عالم يرفرف في السماء. هما العباد هما اللي شادينا اختي الغاليه راهم بالرسمي مش معبريننا احنا الشباب. بار اكزومبل ريتها انا ما نحبش نعيش في تونس. هاي اختي غال ملي انا عمري 14 عملها هذي لي نقدام تبوس لهذي. هاي يا خو ملي عمري 14 انا عملها البوس لهذي طياره وفازيت وكذا. نحلم باش نحارب من هنا فديت يا بنت يا بنتي نعيش وتتكيف في اللوريس ران بكو ب 2500 ومانيش خالط عليه وربي العظيم نشد الخدمه سبعه نكمل السبعه. علاش باش ما نسحقش ليك سوكريك اختي الغال شيقي ولا ما احتياج اختي الغال ثقه بالله نجاح فهمت. شوف في شبابنا انا تو يقول لك انا فاد يخدم صاحبي اتعب تلقى راه ما يعطيك حد في وقتنا تو راه في وقتنا تو ما يعطيك حد وما يمدلك حتى حد فلوس انك تخدم وتتعب. يا اخي سامحني يا ربي علاش خلق لك يدين وسكين باش تخدم باش تتعب. وباللي نحب نحكي على موضوع بنت الناس يلقاو بنيه محليه كي ولبس عليها وكذا يرجعوها بها وعليه باللي نحيوها العقليه ذي مش بيه راه احسبها اختك راه الواحد عنده اخته ولي وعنده ميمته ولي. قال لك لما تعدي على زرع العباد زرعك عثني لازمك كيما ما تحبش في اختك زاد لازمك تحبش بنت الناس خاطر بنت الناس مش لعبه راه يا خويا خايبه ومش متربيه كي بينا بين مولاها لازم انت باش تتسلط عليها باللي رجوليه نحيوها الحاجه ذي. شبابنا بالرسمي فاسد على الاخر بنت الناس يبزنسوها ويتمنوك عليها ويتعديوا عليها ويعفسوا عليها وكذا وياه راهي وليا بالله يرحم والديك فوتو الموضوع هذا. العقليه اللي انت تحكي عليها توا موجوده في بعض التوانسه صحيح؟ موجوده اختي الغاليه ما يرحموا حتى حد لا متحجبه لا مزيانه لا خايبه ما يرحموا حتى حد وماشيين في بالهم ابو قوس مزيان ما احلاني اي واحده تركح لي. ليه يا عمي الدنيا ذي مش زين ومش لبس ومش فلوس ومش ميكانيك راه صحيح عند بنات يحبوا الماديات كل واحد كيفاش يعيش. الدنيا ذي روح راه والروح محليك تلقى عبد روحه محلية راك تجب ترتاح معاه وتعمل لهم الكل. يعني عندي بنيه عندي معاها توا عام ترونكيلو جوي بيه على الاخر وما نغزر حتى حد ونعمه بالله وربي العظيم نحب نقول حاجه نحبك يا ميمتي يا غالي راك بالدنيا يا ربي فضلك ليا ميمتي غالي. اول حاجات اللي شفتها في الشارع ما عجبتكش كيفاش الاولاد يتبولدوا على البنات شنو الحاجات اللي شفت؟ يا بنتي الاولاد فيهم حكايه حافظين ثلاثه كلمات. شنو هي ثلاثه كلمات؟ بس شبيك محليك يا قطوس يا دي جيب جديد صاحبي باش البنيه تقفوا تحكي معاك بس عليها قطوس متعدي يا سامحني. اما نحب نحكي موضوع اخر على شباب شبابنا عنده برشا كذب كيفاش؟ يبدا يحكي مع بنيه الناس تقام تربيه وجوابات ترونكي اللي يفسدها يفسدها نحكي لك بلا فيريتي يفسدها يبدا يحكي لها في مواضيع ويجيب لها في حكايات من الحيط وكذا ويبدا يفهموا حاجه راهي مش كيما الانثى كيما الذكر راهي الانثى تفوت في الذكر حاجات والذكر يفوت في الانثى حاجات. الانثى حساسه اختي الغاليه راه انا نقدر المراه اختي الغاليه سواء بها ولا عليه قدر المراه خاطر في اللافية نغزر اللي عندي ميمتي الغاليه راه امي انا عمري شي مي راهي ولي فهمت اختي الغاليه. الشباب نتاعنا يعني يخمم نيجاتيف برشا امشي للاوروب شوف العباد كيفاش محليه سبونتاني وكذا ويتصرفوا على طبيعتهم ومن غادي وكذا وياه لهنا ليه
غزرت له طفله يمشي الولد عام واش جي جي خرشي اخي والله غزرت لي محليه عاد قالت لي جات تاني نمروك يدي عليش غزرت لك محليه عجبتها مشيتك كذية تبيعتك ليه يرجعها بها وعليها وكذية واحد. بالنسبه لشبابنا انا نقول له حاجه واحده خويا الله يرحم والديكم وولد حومتي نحبهم برشا ويحبوني ويرحم والدي ارزن شويه صاحبي واحترم العباد خويا. نعطيك اكزومبل اخر راجل كبير قدبوه دخل فيه بكتف عاد يقول له هو بابا سامحني وهو راه هو اللي داخل فيه رجل كبير برا افعل برا كذا برا يديبوك قدبوك ما عندناش احترام وقت ما نقدروش شبابنا ما يقدرش ما يرحمش شبابنا ترى كيفاش يعيش كي ما نعرفش وراه مش الكل سواب عيديك مش قد تقدر فما البي وفما الخايب اختي الغاليه راه في الافان نحب نقول حاجه اختي الغالي انا نحب رضيت الوالدين والحمد لله وشيقي ولا محتاج ونخدم ونلبس وناكل الحمد لله الحمد لله حتى على صحة البدن. محليه الكلام اللي كنت نسمع فيه من شاب عمره 23 سنة مثل أعلى للشباب محليه المساج اللي وجهته الرسالة اللي وجهتها للشباب ماذا بيا نزيد نسمعك ماذا بيا نزيد نصايحك تسمعهم الشباب اللي مش يتفرجوا فيك. خويا إيش نحكي لك الموضوع أنا واحد من الناس نعيش ترونكيل قوم الصباح نمشي نخدم على روحي عندي 10 سوايع خدمه ولا 8 سوايع خدمه نخدمهم ونروح. شنو تخدم؟ قلت لي انا عندي دين وساقين نخدم اللي يجي المهم ما نمدش يدي. نعطيك نخدم باناشي مرمدينه تجاره كل شيء وثقه بالله نجاح. اذا ربي صبيحه تقوم تقول يا ربي العمل عليك راه كل شيء تلقاه مساهل قدامك. اما باش هذي تقوم لي العشره ل 11 واعطيني حقبق ودخان تلقاك تقحف سيجار ترشفه قهوه راه يعطيك رشفه قهوه وسيجار وما يضحك عليك صح. يدي يخدم تلقى صاحبي اتعب اشقى اشقى مانيش راني نحكي كي خاطر قدام كاميرا صاحبي نوريك ما تشوفشنيش كي راه نوريك تساوري كيفاش نخدم في الدينا نخدم دهين انا مع بابا ناكل في البقس من بابا يسب فيا بابا يدز يضرب الصباح بالكف يقومني خاطرني ما نحبش نقوم تلقى يضرب فيا راه ما نقول له حتى شيء مصلحتي هذيك. الرسول صلى الله عليه وسلم ريت اش قال الرسول صلى الله عليه وسلم راهو بوك إذا يضربك راهو يحبك راهو حب لك أنت مش يضرب فيك خاطر يكرهك فهمت. وأمك إذا تهز عليك يدها راهي تحبك مش كره وعارفك إذا يضربك راهو يحبك مش يكرهك. أي واحد في الدنيا يهز عليك يديه وفصوم عليها بتاع خدمة راهو يضربك اقسم بالله العلي العظيم راهو يحبك راهو يفهم عبيد شبابنا احنا تويكا مش الكل راه اشتروا ما يحبش يخدم. إيه خويا باش تحرق باهي تو أنا نحب نحرق نحب نحرق انا نحب نمشي نحرق على روح علاش نحب نحرق مش على حال مش على الفيس راه ولا باش نيخو نلحم غاديكا واحده باش نجيب منها صغير ليه يا بنت نحب امنيتي انا نعمل عمره لميم نعمل لها حج امنيتي خاطر نهار اخر عند ربي هذيك الحاجه الوحيده اللي باش نلقاها وتعاوني وتدزها معايا قدام ربي اني نعمل حاجه لميمتي الغال وننصح الشباب الكل ليك الشباب الكل ليك انا خويا اش قتل اتعب تلقى صح اخدم على روحك اتعب اتعب يدي ميسالش كل البخس وعملها من كل المفيد اخدم على روحك وثقة بالله نجاح والحمد لله عاش اختي غالي. ثقة بالله نجاح قلتها برشا مرات منين تعلمتها منين سمعتها علاش تقول فيه به ثقة بالله نجاح ملي انا عمري ملي انا نقرا في الرابعة ديما نقول ثقة بالله نجاح ولاد حومتي كوصل بريود محمد رمضان مخرج ثقة بالله نجاح قالوا لي يا اغا فما شكون يشبهك صح قلت لهم انا اسمي اغا انا اسمي اغا اسمي بيزار شويه هو مش مش اي اسمي اغا واختي غا فهمت في ولاد حومتي يقولوا لي يا اغا هاك لقيت شكون خويا شبالك ثقه بالله نجاح وكذا قلت لهم انا اسمي اغا الاسم العالي والمربط ما عندي شيء كان ربي وميمتي وباب محمد رمضان بلنتي ماني وبرشا فلوس وكذا واح والحمد لله يا ودي نحب نفهمك حاجه اختي غالي ونحب نفهم تونس كام الدنيا ذي مش فلوس راه الدنيا ذي فما عباد يستخيلوها فلوس وهي مش فلوس صحيح الفلوس بتحيي النفوس اي نعرف تلقى الواحد دورو لا يلقى روحه عنده 50,000 ينجم ياكل ينجم يشرب ينجم يتكيف ينجم يعملها من الكل ليك اما الفلوس ساعات تخلي عبيد لا يعرف على بنته وين لا يعرف على مرته وين لا يعرف على روحه هو وين انا زويلي كي نرقد في الليل نحط راسي نرقد على روحي عندي 9 سوايع غدوه باش نخدمهم سون ديسكسيون ملي عندهم برشا فلوس تلقى زعما ينجح لي المشروع هذاك زعما هذيك تدخل لي زعما يدي الفلوس مش الكل راي وحقا نحب نقول حاجه بالليل اللي قال الفلوس وسخ الدنيا والله لو به يعني.
هذه الفلوس باش تسقي الدنيا صاحبي، الفلوس هي محليها ومحليها على الاخر، اما بالحليه صاحبي الفلوس محليها. انت قلت لي رضيت والدي قبل كل شيء وما نهزش عيني في والدي ويضربوني على مصلحتي ومحليه كلامك، وهذا هو الكلام الصحيح. قلت لي نحب نحرق، كان يقفوا والديك يقولوا لك لا ما تمشيش تسمع كلامهم وترضي والديك والا لا. لا فيريتي نقول لها نمشي يوم. علاش باش نمشي؟ باش نمشي باش انا نحقق حاجات انا نحبها. نحب نحقق انا لامي، نحب نحاجي جميمتي، نحب نفرح بابا، خاطر بابا عمره توا 45 سنة، عنده 30 سنة كارير خدمة، ملي عمره كانزو يخدم علينا، ملي عمره 15 سنة يخدم، ملي خذا أمي هو يخدم بابا، نحب نرتحو يا خو، نحب نحطه في الدار نجيب له حاجة يحبها، نحب أنا ميمتي غالية كي نخليها فرحان، نحب رضيت الوالدين أنا، نحب أنا أمي ريتها في الدنيا ذي ما حاجتي بحتى شيء، عادي ما عينيش في الفلوس، نحب ميمتي راضية علي، ما نحبش أمي تتغشش علي. هي راضية عليك ديجا وأنت بحذاه؟ انا باش نشاورها قبل ما نمشي، حتى حد في شبابنا كل شبابنا يسمع فينا كي يجي باش يحرق ما يقولوش يا راني باش نحرق، خاطر الكبده مشومه راه ما تنجمش تقول لك باه تدخل في ديبرسيون تمرض، فهمت؟ اما انا كي باش نحرق باش نجي لامي بالافيريتي نقول لها راني باش نحرق، باش نقول لها نقول لك لا نمشي الحق باش تحرق. باش تجي في الاخر تعكس رضايه والديك. تحبني؟ لا مش رضايه والدي، مش مربوطه برضايه الوالدية، مربوطه بالحياه اللي تعيش فيها انت. لك مانيش راضي عليك كي انت تمشي تركب في مركب الموت. هي كيك تولي حاجه اخرى نولي نخمم، اما راني باش نكذب عليك ونقول لها بيه والله يبارك كما كوا قدام الكاميرا لا راه، اما نخمم ونقنعها، يمكن نعمل كونترا، نعمل اي موضوع، انا كوافير دام ودهين وكل شيء، انا نخدم كل شيء، انا ما نتجبدش، شريت الجوكير في الرامي ونتحطه ويركب، انا هكاك نخدم ترافاي. قال لك سيرفيس سيرفيس كاميرا دابري، خدمة لعب لعب، مش برشا لعب وشوية خدمة، فهمت؟ يلزمك برشا خدمة باش تجيب اللعب، فهمت أختي الغالية؟ والحمد لله.